السلام عليكم ورحمة الله. عن قصص القرين اللي هو في عندنا في تفسير في القرآن، بس لا أذكره حاليا. في يعني وعدناكم بتفسير القرين أو قصص القرين اللي مكتوبة قصص حقيقية تحكيها الناس قدماء المصريين كانوا يسموه القرين هذا باسم كا يعني، أو كارين، ممكن أنه تحرقت لها بكارين مأخوذ عن الفراعنة، يعني الفراعنة كانوا يسموه كائن أو روح تبقى مع الإنسان من ولادته حتى وفاته، تدعى ك، ممكن انه اشتقت عنها القرين من كلمة ك. المهم الناس القدماء كانوا يعني علشان يبعد القرين هذا، هو شيء مؤذي احيانا، كانوا يلبسوا الطفل حلقة في رجله أو لبسوا الولد يعني خوفة منه ملابس بنت. المهم إن شاء الله يعني نلاقي شرح أكثر عن هذا القرين. هي روح شريرة حسب الفراعنة، يعني كانت تبقى مع الإنسان إلى وفاته. المهم في قصة عن أب يقول إنه من كثر ما ابنه يختفي ويرجع أصبح متعود على اختفاء ابنه. القصة تبدأ إنه يقول إنه أخوه الصغير يعني الشقيق، هما شقيقين أو أكثر، شقيق فيهم طلب من الشخص الصغير الذي اختفى، طلب منه يعني كوب ماء، فبدأ في الصراخ يعني فجئنا لي على الغرفة. يعني الرواية بتقول إنه أخوه بدأ بالصراخ بصوت عالي، ويصيح بصوت هائل يعني صوت عالي جدا. فدخل عليه والده بيحكي له إيش المشكلة، بيحكي له إنه طلب من أخويا يعني هو باللهجة المصرية كوب مية، فطلع واحد من تحت الأرض وخطف الولد. بيحكي انه طلع شخص يلبس اسود وخطف اخوه الصغير. المهم الاب جنن او بدأ يبحث فوق وتحت، والغرفة يعني او البيت محكم الاغلاق. بيحكي انه تجمع الجيران والاهل والاصدقاء واخذوا يعني يدوروا على الطفل من غير فايدة، من دون جدوى يعني. بيحكي انه بعدها حضر الشيخ على اساس بدأ يقرأ القرآن في المنزل. من بعدها بساعات ظهر الطفل. الغريب ان الطفل ظهر نائم عليه قماشة بيضة، هيك تقول الرواية حقيقة، يعني عليه قماشة بيضة ومغطى بقماش أبيض. ولما صحينا حكى إنه نايم يعني ما كان أو ما بيدري إيش اللي حصل. هذه من قصص حقيقية عن القرين، يعني الطفل حكى إنه أنا ما بعرف شيء، يعني ما بعرف إيش اللي حصل معي. من قصص أخرى للقرين، سيدة بتحكي أنه
في أحد الأيام بنتها تروح المدرسة، يعني الأم طبعا كانت منقلقة على ذهاب أبنائها للمدرسة، فبتستغرب تحكي إنه يعني البنت بلاحظ فيها إنها بتلف 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 بسرعة كبيرة في البيت، يعني لاحظت إنها بعدها موجودة في البيت وبتلف بشكل جنوني. وبعدين بتحكي إنها بعد هذا يعني راحت لغرفتها بسرعة. بتحكي الأم إنه لما رحت أنا على غرفتها لقيتها فاضية. المهم الأم بتقول إنها يعني استغربت من هذا الموقف. لما رجعت البنت من المدرسة أمها يعني نوع من وبختها إنها ليه طلعت وليه تأخرت عن المدرسة، فحكت ليها إنه أنا ما تأخرت، أنا طلعت على المدرسة، طلعت على الباص. فكثير قصص مثل هذه، إنه الأجانب الأوروبيين والأمريكان بيسموها تداخل بالزمن أو الكوانتوم ليب أو القفز بالزمن عن طريق شيء حكى عنه أينشتاين، ولكن إحنا نفسرها بالقرين. يعني هم فسروها بتفسير علمي بالكوانتوم ليب، وإحنا بنفسرها بالقرين. الله أعلم من الصادق. في قصص عن تداخل الزمن في قصص أمريكية، هو يعني قرأتها أنا من قبل، عن تداخل الزمن، يعني شخص شاف شيء، شخص ميت من فترة أو شيء من هذا القبيل. يعني بيسموهم كما يفسر أينشتاين تداخل الزمن عن طريق نظرية حكى أينشتاين، لكن لا أذكرها جيدا. المهم إن شاء الله يعني أجيب بعض الأمثلة عن القصص هذه. يعني يقال إنه في أمريكا مسكت الشرطة شخص سنة 55، 1955، ويعني ضايع، يعني يعتبر كأنه سائح أو شيء من هذا القبيل. فأبرز لهم بطاقة، يعني بطاقة هوية، والغريب أنه بطاقة الهوية مولود هو فيها سنة يعني 1830، وهذا شيء محير جدا، يعني حير الشرطة في هذاك الوقت. وقصص أخرى يعني أنه وجدوه الشرطة لما مسكوا هذا الشخص، وجدوا أن بطاقته موجود في 1830. القصة بالتفصيل قرأتها أنا مرة، لكن سوف أذكرها، يعني بدي أذكرها مرة ثانية هون على أساس نفهم نوع من التشابه في قصص كثيرة. شاركونا برأيكم بقصص قرأتوها شبيهة بتداخل الزمن اللي حكى عنه أينشتاين، اللي يسموه الكوانتوم ليب، أو قصص شبيهة قرأتوها أو في أمريكا أو في أوروبا، وأكتبوها لنا في التعليقات. في قصة أخرى أيضا، إنه شخص من أوكرانيا تقريبا في قصة شبيهة، وجدوه في وقت يعني مش وقته، إنه تاريخ ميلاده بعيد جدا.
شاركونا في رأيكم بالتعليقات واكتبوا لنا قصص جميلة، ولا تنسونا في كما يقال في اللايك والشير والسبسكرايب. تحياتي.